بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، قسم نهائي شعبة الرياضيات، تقنية رياضية وعلوم تجريبية، أقدم لكم اليوم الدالة اللوغاريتمية أو اللوغاريتم وخاصيتها. إذن أتولهم مليح، تابعوا. أولا تعريف: من أجل كل عدد حقيقي ك من صفر إلى زائد ما لا نهاية، هذا المجال صفر خارج المجال، يوجد عدد حقيقي وحيد يقول له ب، بحيث أسي ل ب تساوي ك، يسمى هذا العدد اللوغاريتم للعدد ك، ونرمز إليه بالرمز ln ك. اللوغاريتم لعدد ك ذاك، اي اسيا لي بي يساوي ك يكافي بي يساوي لوغاريتم لك. خصائص: من اجل اكس ينتمي الى المجال 0 0 زائد ما لا نهايه، واجراك ينتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، اكس تساوي اسيا اجراك، يعني اجراك تساوي لوغاريتم لاكس. اذا كذلك على نفس المجال أسيا لي لوغاريتم الإكس هي إكس. لهنا ثاني إكس ينتمي إلى آر، لوغاريتم لأسيا إكس هي إكس. بما أن أسيا صفر هي واحد، فإن لوغاريتم واحد هو صفر، وبما أن أسيا واحد هي أو أو، فإن هي أ أساس الأسية، فإن لوغاريتم لي أساس الأسية هي واحد. شوفوا مليح الخط البياني لهذا الدالتين، الدالة لوغاريتم لي إكس والدالة أسية لي إكس. لاحظوا أن الدالتين، أن المنحنان متناظران بالنسبة للمستقيم إيكراك يساوي إكس، هذه لازم نعرفوها. هنا واحد، إذن الدالة اللوغاريتمية النيبرية متزايدة تماما على المجال صفر زائد ما لا نهاية. عندك A و B عددين حقيقيان كيفيان من هذا المجال صفر إلى زائد لها صفر خارج المجال، حيث A أقل من B، معناه أن أسيا لي لوغاريتم لي A أقل من أسيا لي لوغاريتم B، وهذا يكافي لوغاريتم A أقل من لوغاريتم B. مجال التعريف للدالة ln u dx، هذه الدالة مركبة، دالة لوغاريتمية نيبرية مركبة. إذا ناخذ بعين الاعتبار مثال ln x زائد واحد، الشرط الأول باه تكون هذه موجودة وتكون عندها قيمة، معنى هذا الدالة لازم يكون x زائد واحد أكبر من صفر، وتماما. إذن مجال التعريف لهذا الدالة هي ناقص واحد زائد ما لا نهاية ناقص واحد خارج المجال، في حالة إذا كان ln x مربع. إذن العبارة داخل اللوغاريتم هي موجبة مهما كانت قيمة x، سواء تكون x موجبة أو سالبة، إذا المربع دائما يكون موجب. إذن المجال التعريف لهذا الدالة هو من نقص ما لا نهاية صفر اتحاد صفر زائد ما لا نهاية، ولكن صفر خارج المجال. نقترح عليكم بعض التمارين للفهم. عين مجموعة التعريف كل دالة من الدوالة التالية: اف لx هي لوغاريتم 2x ناقص 1، جي اكس هي ln 1 ناقص 3 اكس، وثالثا
اش دي اكس يساوي لوغاريتم اكس مربع ناقص واحد. اولا الان 2 اكس ناقص واحد، اذن العباره اللي داخل اللوغاريتم هي تكون موجبه تماما، اي اكس اكبر من واحد على 2. اذن مجال التعريف هو واحد على 2 حتى زي ما هي، ولكن واحد على 2 خارج المجال. ثانيا لوغاريتم واحد ناقص 3 اكس معناه ان واحد ناقص 3 اكس لازم يكون موجب تماما، وهذا يمدنا اكس اقل من واحد على 3. اذن المجال تعريف هو ناقص ما لا نهايه حتى الواحد على 3، وواحد على 3 خارج المجال. ثالثا لوغاريتم اكس مربع ناقص واحد، اولا لازم يكون اكس مربع ناقص واحد موجب تماما، وهذا يمدنا زوج جذور اكس اكبر من واحد واكس اقل من ناقص واحد. اذن المجال التعريف هو ناقص ما لا نهايه ناقص واحد اتحاد واحد حتى زائد ما لا نهايه، وناقص واحد والواحد خارج المجال. اذا لهنا كما راكم تشوفوا، اذا كانت اللوغاريتم مركبه يعني ln u لاكس معناه ان اذا وفقت اذا كان u دو اكس موجب تماما تماما. هنا نعبر عليك حلول المعادلات المترجحة، اخترع لكم بعض التمارين لحل في R للمعادلات والمترجحة. اولا ln x زائد 1 يساوي 3، يعني العملية اللي نبدأ بها هي بحث عن مجال التعريف. مجال التعريف هو اكس زائد واحد اكبر من صفر، معنى اكس اكبر من ناقص واحد. اذن نبحثوا على مجال التعريف، هو دي يساوي ناقص واحد زائد ما لا نهاية ناقص واحد خارج المجال، هذه مجال التعريف. دوك مثلا دوك نحوسوا على الحل نتاع هذه المعادلة. راكم تشوفوا المعادلة هو أسيا ln x زائد واحد يساوي أسيا 3. إذا كاين حل واحد وهو S يساوي أسيا 3 ناقص واحد، وهذا نعرف أسيا ناقص واحد هذا أكبر من ناقص واحد. إذا فيما يخص الحل لهذا المعادلة لازم ناخذ بعين الاعتبار مجال التعريف. ثانيا ln 2 اكس ناقص واحد اكبر او يساوي 2، اولا نتعرف على مجال التعريف، لازم تكون 2 اكس ناقص واحد اكبر من صفر، معناه ان اكس اكبر من واحد على 2. فيما يخص الحل نتاع المترجحة عندك أسيا ln 2 اكس ناقص واحد اكبر او يساوي أسيا 2، اذا الاكس هي بعد العملية اكبر او يساوي واحد زائد أسيا 2 على 2، وهذا العبارة هذه هي اكبر من واحد على 2. اذا الحل النهائي هو واحد زائد أسيا 2 2 حتى زائد ما لا نهاية، هذه هي الحلول. وأخذنا بعين الاعتبار إكس أكبر من واحد على 2، ونعرف هذه العبارة أكبر من واحد على 2. فيما يخص التمرين الثالث ln إكس ناقص 3 أقل من واحد، مجموعة التعريف تاعو هي إكس أكبر من 3، يعني معناه أن دي إكس معنى الحل كما راكم تشوفوا الحل هي إكس أقل أو يساوي 3 زائد أو.
إذن الحل النهائي هو ثلاثة، ولكن ثلاثة خارج المجال، لأن تماما إكس أكبر من ثلاثة، تماما ثلاثة خارج المجال حتى ثلاثة زائد أو. فيما يخص التمرير الرابع، عندك ال ان دو اكس ناقص ال ان 2 اكس ناقص 1 اقل من صفر تماما. بعد العمليات واش لاحظوا؟ مجموع التعريف هي الاولى، ها نضبطوها، هي اذا اكس موجب اولا و 2 اكس ناقص 1 موجب تماما. من هذا مجموعة هذا المتراجحات نتوصلوا ننتجوا مجال التعريف هو 1/2 زائد ما لا هي 1/2 خارج المجال. الحل نتاع المتراجحة توصلنا إلى إكس أكبر من 1. إذا خذينا من اعتبار المجال التعريف والحل إكس أكبر من 1، نبدأ بالواحد. إذن الحل هو إكس أكبر من 1 ولكن تماما، اذا 1 خارج المجال حتى زائد ما لا نهايه. هذه الحلول المتراجعه. وانتهينا هذا القطعه من الدرس الملخص، و سانشر كذلك عدد من الفيديوهات قادما ان شاء الله. والسلام عليكم.